السلام عليكم. شكرا لكم جميعا كجسم صحفي على تعاملكم الراقي والإيجابي معنا جميعا في مكان الحديث. هناك جزئيات بسيطة سنضبطها إن شاء الله بعد هذا اللقاء الصحفي فيما يخص الترتيبات اللي كتخصكم كصحفيين. بعدناكم على جانب مكان الحادثة فقط لسبب واحد لا غير، هو من أجل سلامتكم لا أقل ولا أكثر. هناك عنصر الظلام والليل تفاديا لشيء ما يحمد عقبه. تمت تجلية الجميع على المشارف. نعود إلى القضية المأساوية لسقوط الطفل ريان بالثقب المائي. العملية في المرحلة الثانية ديالها كانت غادية إن شاء الله بشكل إيجابي إن شاء الله. كنتمنوا من الله ما يكونش انجراف التربه. كنعرفوا بانه كاين ايكيب فريق ديال العمال لتحت، هذا الفريق هو 4 ديال الناس، وكاين 4 ديال الناس يعني كيتناوبوا على عمليات الحفر. ما نبغيوش ليهم يتاذوا تما لداخل. عمليات الحفر تشوبها يشوبها حذرين على 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 امرين اثنين. الاولى هي الحفره الكبيره باش ما يوقعش فيها انجراف كيف ما كتشوفوا. راه ديجا كانت في الساعه الاولى شفتوا واحد شويه ديال 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 باش هذا كان نموذج كيطيح واحد متر على متر، كانت باستعانه بالتقنيين كيبان لك كيطيح، كتخرج العمال حتى كيطيح كتحيد داك التراب كله وعاد كيرجع العمال. لحد الان ان شاء الله الامور غاديه مزيان. كاين حتى الثقب المائي، هو بانه ثقب مائي قديم وفيه اصلا 28 متر مردومه في 32 اللي باقي خاويه. حتى هو خاصك من يتقرب الضرب ديال الحفير ليه باش ما هو ما يريبش وباش ما يعقدش ديك العمليه. وكنتمنوا من الله هذاك الديبار نخرجوا فيه نيشان. تبارك الله عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.